تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ولقاء مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي المتالق اليوم. برحب بيك كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك والكابتن الكبار وجمهور النادي الاهلي العظيم. النهارده نقدر نقول مباراه كانت صعبه طبعا، لان الفريق يمكن فريق المصري بالسلوم يعني عنده الرغبه طبعا وعنده الدوافع، لكن نقدر نقول حسمنا المباراه خلاص، تاهلنا لدور ال 16. امور عديده جدا ومكاسب فنيه كالعاده وتالق الحقيقه لمصطفى شوبير النهارده، اللي يمكن في كل مره بيكون متواجد في السكور ومتواجد في المباراه بيثبت ان هو مستقبل النادي الاهلي، وده اللي بناكد عليه في كل مره. احنا معانا الحقيقه مصطفى شوبير، واحد من نجوم النادي الاهلي. شوبير مجهودك كبير جدا في التدريبات، بنشوفه بنتابع بتنتظر الفرصه، انكار ذات كبير، حبك لكل حراس المرمى ولاعيبه النادي الاهلي مردوده بيكون النهارده تالق كالعاده. مباراه بقيمتها يمكن ضعيفه شويه ممكن بالنسبه للمستوى الفني، لكن اديت عليكم زياده. مبروك ليكم ومبروك لكل فرقه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، بشكرك طبعا على المقدمه الجميله دي. بالعكس هي مش مباراه مش ضعيفه فنيا خالص، بالعكس فرقه مصر السلوم فرقه كبيره، فرقه محترمه. احنا من قبل الماتش احنا اتفرجنا عليهم كويس قوي، وكنا عارفين ان احنا نواجه خصم صعب وعارفين الماتش هيبقى صعب، فعشان كده ما كانش فيه مفاجاه بالنسبه لنا. والحمد لله الواحد بيتعب والناس كلها بتتعب، فعشان كده ربنا الحمد لله بيكلم مجهودنا الحمد لله. بنأكد على سر النجاح العلاقه الرائعه جدا بين كل الحراس، شناوي، علي لطفي، مصطفى، شوبير، كله بيكون متواجد، اي حد بيكون متواجد، وده سر النجاح. النهارده انت بتتالق، علي ما بيتواجد متالق، سر النجاح ايه والعلاقه الطيبه دي يا شوبير؟ الحمد لله بنشتغل كويس وكلنا الحمد لله بالبلد زي ما بنقول، نيتنا صافيه لبعض. وبضيف على كلامك معانا كمان طبعا حمزه ومعانا مصطفى مخلوف كانوا موجودين النهارده، فكلنا اي حد لو حد لعب حمزه مصطفى في كذا حارس تحت محمد اشرف كوتو ايا كان مين اللي هيلعب هيأدي بنفس الاداء ده، كلنا بنشتغل على سيستم واحد. معانا مدرب طبعا على اعلى مستوى مستر ميشيل بيشتغل معانا ما بيبخلش معانا بجول باي جهد، الاول زي الرابع زي الخامس هو بالنسبه له الترتيب واحد، وبيشتغل مع الكل عشان لما تيجي لحظه زي دي الواحد يكون موفق الحمد لله. قبل المباراه قلتوا ايه لبعض؟ انت عارف النوك اوت او مباراه الخروج في الكاس بتكون صعبه ومحتاجه تركيز اكبر، وانت كمان اخر واحد في الملعب بلغه الكره، انت الليدر وانت اللي بتكلم اللعيبه، قبل المباراه اتكلمتوا عليه واكدتوا عليه يا مصطفى؟ اتكلمنا في حاجات كتير من قبل المباراه معانا كباتن برضو، يعني في طبعا كباتن الفرقه موجوده كابتن شناوي، كابتن ايمن اشرف، وكابتن وليد جالنا النهارده وهو مصاب، نتمنى يرجع بالسلامه. جالنا برضو اتكلم معانا كابتن رامي، كابتن هاني، الناس اتكلمت معانا قالوا لنا قد ايه ماتش مهم، قد ايه هم عانوا قبل كده قدام فرق في الكاس، حتى فرق بتبقى درجه ثانيه وحصل السيناريوهات قبل كده، وضربنا مثل بماتشات كتير حصلت لسه كمان السنه دي ان الكوره فيها متغيرات، وطول ما انت بتحترم الخصم ربنا هيديك، وانت احترمت الفرق كويس جدا وهم كمان نازلين محترمينك، عشان كده الاداء كان بالمنظر ده والحمد لله. من بطوله لبطوله، مباراه الكاس عندنا مباراه في بطوله الدوري العام، مباراه الشرقيه للدخان، ومنها مباريات عديده وتلاحم كبير جدا. مصطفى المرحله اللي جايه شايفها ازاي مع النادي الاهلي وتحديدا المباراه القادمه؟ طبعا المرحله صعبه بعد طبعا خساره نهائي افريقيا، والحمد لله يعني ربنا ما قدرش، بس ان شاء الله اللي جاي بقى احسن. الدنيا طبعا صعبه، الظروف صعبه، بس احنا قادرين، لعيبه رجاله وطلعنا من ظروف اصعب من دي بكتير، بنبقى متاخرين في الترتيب، انت عندك ماتشات مؤجله باذن الله تعمل اللي تقدر عليه وتكسب، وباذن الله ربنا هيكرم ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك، شكرا ليك. بنشكر اكيد نجم النجوم النادي الاهلي ومستقبل حراسه المرمى فيها للنادي الاهلي مصطفى شوبير، اداؤه كان مميز جدا الحقيقه النهارده، وده اللي احنا بناكد عليها كابتن ايمن في كل التدريبات. التدريبات بتكون قويه جدا لحراسه المرمى، الفرصه اللي جت او يمكن الحالات اللي بتيجي على مصطفى شوبير بيأدي فيها اداء مميز جدا، مستنيين منه كمان الفتره اللي جايه عادي علي لطفي كمان لو متواجد في المباراه القادمه، فيا رب ان شاء الله نطمن بشكل كبير على حراسه المرمى وعلى لعيبه النادي الاهلي. الهدف اتحقق النهارده وهو تاهلنا لدور ال 16، يا رب النادي الاهلي يكون موفق امام خلال المرحله القادمه، وتحديدا في بطوله الدوري العام اللي هتكون المباراه القادمه مباراه الاهلي وايسترن كامبري. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.